أهلا بكم من جديد. يتلقى الطفل يامن محمد مطور 5 سنوات من بلدة بتونيا غرب رام الله العلاج في مجمع فلسطين الطبي. طبعا بعد أن غرق لساعات في حفرة صرف صحي بالبلدة وتمكنت الطواقم الطبية من إنعاش قلب الطفل الذي وصل المجمع الطبي في حالة حرجة، وبعناية إلهية تمكنت الطواقم الطبية من إنقاذ الطفل يامن مطور. اليوم نتوقف عند هذه القضية ورسالة أهل يامن بخصوص هذا الموضوع، ونضع السؤال في أيدي المختصين ليتابعوا هذه القضايا. نستضيف معنا اليوم الأستاذ محمد مطور والد الطفل يامن والأستاذ جمال العمواسي خبير الأفاعي الذي وجد الطفل في الحفرة وأنقذه. يسعد صباحكم، وبالبداية يعني الحمد لله على سلامة يامن. الله يسلمكم. بالبداية لو تخبرنا أستاذ يعني عن كيف بلشت القصة وكيف اكتشفتوا أنه يامن مختفي ومش عارفين وينه. صباح الخير لكم وللمشاهدين، صباح الخير لأمهات الشهداء، صباح الخير لفلسطين، صباح الخير للشهداء جميعا، صباح الخير للأسرى والجرحى. يعني بداية كان في سهرة عندنا بباب البيت، فزي أي طفل بده يطلع يلعب، يعني بده يطلع يتفرج، بده يطلع يرقص، ففقدناه. يعني صرت ادور عليه قدام الناس واسال الجيران شو حدا شاف الولد حدا، لا يعني قعدت تقريبا انه اكثر من نص ساعه وانا ابحث عنه حوالين البيت حوالين وين في كان مكان انه كان يشكل خطر على سقوط اي طفل كنا نبحث فيه. فتوجهت للشرطه وحكت لهم ايش اللي صار، اعطيتهم التفاصيل اللي كان لازم اعطيها، تفاصيل ايش لابس، قديش عمره، اعطيتهم صوره. فاجت الشرطه، طبعا كنا احنا شباب لنا واصحاب لنا والجيران، رحنا على الجبال فرينا، طبعا بصيت انا في الجوره واختي باصت، بس ولكن ما شفناش إشي يعني. أستاذ جمال يعني لو نحكي شوي، كيف أنت تلقيت خبر إنه حدا اتصل فيك إنه تبحث عن يامن؟ نعم، حدا اتصل في. أنا كنت أول إشي بالصيد، توجهت بعديها، يعني كنت أنا بالقرب من حارتهم بعيد عنهم 100 متر في الواد. كنت ذاهب للصيد، توجهت للبراكس فاللي هو المزرعة عندي. فأول ما توجهت اتصل علي شاب اسمه حمزة خبزها، اللي هو من قريب لعائلتهم. نعم. وساكن في نفس الحارة. فقال لي في طفل مفقود له 6 ساعات. قلت له 6 ساعات كثير، كان بلغتوني قبل، قال أجينا وبحثنا وشرطة وبحثوا الكل ما قصر لكن ما وجد. نعم. فأنا أخذت معي طبعا العدة، كشافات عندي، عصي عندي، كل شيء، أخذت العدة اللازمة وطلعت كالعادة. أول ما توجهت للحارة، اخذت معلومات من مين؟ من الاولاد واللي في الحاره، انه فتشته جنب الدور حوالين، انا ولد 6 سنوات وين بده يروح؟ بده يكون سقط وكي، يعني هيك التفكير. فاخذت معلومات انه دوروا وفتشوا منيح وانه ما في شيء، يعني كان الموضوع مميز. اتوجهت للكاميرات، انا يعني ببلش من نقطه الصفر في البحث، يعني بحب الشغلات هاي. بالشارع كيف بطلع ببحث انا عن افعى عن شيء؟ ببلش اخذ معلومات من الناس، بدي اخذ طرف خيط، ابلش من طرف الخيط. فأثناء تواجدي في السوبر ماركت وعلى الكاميرات، في شخص قال إنه في جورة موجودة مجاري مفتوحة، وتم تفتيشها أكثر من 4 مرات، 4 مرات من أقرباء الولد، لكن مش مبين فيها شيء. يعني هي، خلينا بس قبل ما تكمل أستاذ مواسي، خلينا نسأل محمد، هاي الجورة أو الحفرة الصرف الصحي قديش إلها في بتونيا مفتوحة ومش مغلقة؟ يعني تقريبا صار لها 6 سنوات او اكثر. يعني انا عند خروجي من السجن كان المروح، يعني بعد 12 سنه اعتقال، من يوم ما روحت يعني تقريبا 6-7 سنوات وهي مفتوحه. سالتوا البلديه، خطبتوها في موضوع انه ليش لهلا مفتوحه الحفره؟ طبعا شيء اكيد. ايش ردوا عليكم؟ يعني في شكاوى، يعني في شكاوى مرفوعه خطيه للبلديه، وفي كمان اتصالات مع رئيس بلدية ربح دولة، وودى ناس يعني للإشراف على هذه الجورة. نعم تمام. معنا أستاذ ربح دولة رئيس بلدية بتونيا عبر الهاتف. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك.
يسعد صباحك وصباح كل مستمعينا. يعني أستاذ ربحي، يعني حفرة إلها في الشارع أكثر من 6 سنوات، وفي مطالبة من قبل المواطنين بإغلاقها، ولكن لماذا لم يتم طبرها حتى الآن؟ يعني هل نحن بحاجة إنه حدا لا سمح الله إنه يتوفى، لا إحنا نتحرك في هذا الموضوع؟ أولا يسعد صباحك وصباح كل المشاهدين. بداية تعريفك للموضوع تعريف خاطئ. الجورة والحفرة هاي ليست في الشارع، هي الحفرة ضمن حرمة قطعة الأرض التابعة لعمارة سكنية تخص مواطنين وليست في الشارع. بلدية فيتوريا تملك شبكة صرف صحي، وهذا ما نعانيه. طب ما هو هذا إهمال، يعني حتى لو إنه هي متخصص عمارة معينة، ولكن لأنه هذا يمرق منها. أنت متحددين إنه إهمال أو مش إهمال؟ هاي إهمال في أي حد مسؤول عنها. هذه حفرة اقتصادية تابعة لعمارة. أولا أنا بهمنا قبل كل شيء، واللي خلانا كبلدية نتحمل كل الاتهامات وكل الكلام والتجريح الذي تعرض له البلدية، أولا كان يهمنا سلامة المواطنين، التزامنا ومسؤوليتنا الأدبية والأخلاقية تجاه كل المواطنين في بيتونيا، ومن هذا الطفل أن نكون إلى جانبه من أجل توفير كل سبل الراحة لكل المواطنين. دور البلدية هي التفتيش والكشف عن أي مخالفة أو تجاوز بقوم فيها المواطن من أجل تصحيح المسار وإبلاغ تصحيح المسار. هذه كما يدعي والد الطفل أنه قام بإبلاغ البلدية، وعبر مقابلة رسمية أنه قام بإبلاغي شخصيا على الموضوع، هذا كلام عاري عن الصحة. البلدية ملفاتها موجودة، والنظام المعمول في البلدية يتعامل مع كل الشكاوى التي تقدم بها المواطنين، حتى هاتف الشخصي موضوع على صفحة البلدية الرسمية لاستقبال شكاوى المواطنين. أتلقى شكاوي بشكل يومي وشبه يومي عن هناك تسريبات من بعض الحفظ، تسريبات لمياه عادمة في الشوارع بمكاره صحية. نعم. ونقوم بالتعامل معها فورا. نعم. ولم نتلقى أي إشارة من أي مواطن يفيد أن هذه الحفرة مفتوحة ويتعرض. طب أصحاب العمارة ما توجهوا لكم بنداء؟ نهائيا لا. وأنا أتحدى كشوفات التليفونات الخاصة بكل البلدية والخاصة بي وسجلات البلدية وكل الجهات الرسمية تتفضل إلى البلدية من أجل الكشف عن إذا كان هناك أي بلاغ عن هذه الحفرة يفيد أن هذه الحفرة مكشوفة. نعم. وتعرض حياة المواطنين للخطر. طب أستاذ ربحي، هذا شيء. اليوم بعد ما الحمد لله رب العالمين عاد الطفل إلى الحياة و تم شفاءه، وهذا ما كنا نصبر فيه، من حق البلدية أن توضح لكل العالم وكل من اتهم البلدية بالكسور أن توضح أن هذا ليس اتهام. يا أستاذ ربحي، أستاذ ربحي لو سمحت لي، هذا ليس اتهام. كيف أخ ربحي أنتو؟ هاي عمارة، طبعا عمارة بيطلع بيكشف عليها عندما أنت بدك توقع أن هذه صالحة للاستخدام. المهندسين أشرف عليها مهندسين أخ ربحي. أنا لم أوجه اتهام لا أخ ربحي، أنا أوجه اتهام أولاً للبلدية بتونيا لأنها هي مؤسسة حكومية، وثانياً بوجه كمان اتهام كما أنا موضح إنه للجنة العمارة. كيف أعطيت هذه جورة الامتصاص تصريح باستخدامها؟ إذن خرج من داخل البلدية. دعني لو سمحت أكمل حديثي. دعني لو سمحت. كيف أعطيت؟ كيف أعطيت؟ بطلع عليها مهندسين، بطلع عليها ناس مختصين. أستاذ ربحي خلينا نسمع بس، خلينا نسمع أستاذ زياد. هذه الحفرة أكثر من 6 سنوات، أين المشرفين؟ كيف أعطيت تصريح؟ ليكن على سبيل المثال والافتراض ان فيش ان شكاوى، طب وين المهندسين؟ كيف اعطيت تصريح؟ كيف اعطيت ترخيص؟ انتوا اللي وقعتوها، انتوا اطلعتوا مهندسين واشرفوا عليها. استاذ محمد خلينا نسمع. هذا موضوع، ماذا موضوع اخر، وانا برد عليك. وهي موثقه كيف هاي العماره حصلت على الترخيص. نعم. وكيف هاي الحفره انشائيا وحسب المخططات وحسب نظام الأبنية هي حفرة صالحة للاستعمال ومعمولة وفق المواصفات الهندسية والقوانين والالتزامات وبعيدة عن الشارع بالارتداد القانوني. هي ضمن حرم قطعة أرض خاصة بعمارة سكنية، وأعطيت هذه الترخيص بناء على مخططات موجودة لدى البلدية ومتوفرة على أي إنسان مسؤول بحاجة إلى الاطلاع على هذه الأوراق، على هذه الترخيص، على هذه المخططات. نحن جاهزون في هذا الموضوع.
من ناحية إنسانية، لكن موضوع السلامة العامة وموضوع إنها مفتوحة أو مش مفتوحة وإنكم بلغتوا البلدية هذا. طب ما هو إذا كيف إذا كيف وقع الولد أستاذ يعني إذا يعني خليني أسألك سؤال يعني إذا تقول إنه أنتم تقومون بمتابعة هذه القضايا ولكن هذا الموضوع نتيجة إنه الولد وقع يعني ممكن كمان طفل أو أي حدا يمكن يوقع الكريمة. فبالتالي ممكن أي إنسان يوقع من شقة البيت، ممكن أي إنسان يوقع عن سور البيت، ممكن أي إنسان يوقع عن درج البيت. أيوة أنا ما بوجه أصابع الاتهام لك بشكل مباشر، أنا بوجه الاتهام وأصابع الاتهام يعني أنا لمؤسسة حكومية للجهات المسؤولة أنا فيش بيني وبينك ولا إشي، أنت يعني أنت صاحبنا وحبيبنا وأهلا وسهلا فيك أخربها، ولكن في هناك مسؤولية، أنا في مسؤولية على البلدية، على وزارة الصحة، على وزارة البيئة، على لجنة العمارة. نعم خلينا نستكمل مع أستاذ جمال. أختي الكريمة أنا لا أخلي مسؤوليتي اتجاه مواطنيني، أنا رئيس بلدية فمسؤول عن حياة المواطن. صحيح. ومن حق المواطن علي أن أتخذ كل التدابير والإجراءات التي من شأنها توفير حياة كريمة للمواطن، هذا مسؤوليتي أولا وأخيرا وليس كرم مني لاتجاه المواطن. لكن عندما يحصل أي شيء على الذي المسبب والمضر أن يتحمل مسؤولية ضرره، هل هذا هذه الحفرة كإنشائيا هي مبنية وفق وممنوحة ترخيص من سنة 2009؟ كيف أعطيتها ترخيص إذا بتكون صالحة؟ كيف أعطيتها ترخيص وهي فش إلها باب؟ أنا بدي أفهم أنت بتقول أولاً ولدينا صور أن هذه الحفرة نفذت وكان لديها باب وطوق حجري على 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 الدائر، لم نبلغ عن إزالة هذا الباب نهائيا، وبالتالي هذه مسؤولية تقع على صاحب هذه الحفرة أن يراعي شروط السلامة. لو تم إبلاغنا لكان تم التعامل معه وإلزام صاحب هذه البناية بعمل إجراءات لازمة للحفاظ على سلامة المواطنين. نعم أستاذ ربحي، يعني بغض النظر كان في شكاوي أو ما في شكاوي، يعني إلها 6 سنين مكشوفة، معقول البلدية ما عندها علم بإنها مكشوفة؟ صحيح. كلام 6 سنين مكشوفة هذا كلام عاري عن الصحة، وأملك صور حديثة تفيد بأن هذه الحفرة عليها غطاء حديد وعليها طوق. من إمتى؟ أخربها دكتور ربحي، بدك تكلم لكنها هاي صور مش موجودة أستاذ، هل مطلوب من البلدية أن تكتب داخل البيوت؟ خلينا نسمع بعض أستاذ أخربها، يعني أنت بتحكي عن أي كلام داخل البيوت؟ أنت نزلت أخربها، أنت نزلت شخصيا على الجورة قبل ما يصير الحدث؟ أكيد لا. بس أنا ما بدي تسألني أنا، ولا بدي تسأل الأخ جمال، ولا بدي تسأل زوجتي، ولا بدي أنا بدي ألف أنا وياك على كل الحارة. أنت أخي الكريم قلت في إحدى مقابلاتك قلت إنك أنت أكثر من مرة تشوفها مفتوحة وتغطيها. أنا اتصلت عليك دكتور ربحي، أنا اتصلت عليك شخصيا، أنا قلت لك من أولها أنا فيش بيني وبينك أي إشي، أنا بوجه أصابع الاتهام واضح للمشاهدين، أوجه الاتهام أولا للبلدية والناس المعنيين والمختصين وللجنة العمارة. محمد أنت بتدعي إنك اتصلت علي وبلغت نهاية بلغتك أستاذ ربحي، أنا بلغتك ووديت لأحد المختصين أخربها، وهناك شهود أخربها. لو سمحت أنت بلغتني نهاية الحفرة مكشوفة؟ نعم وأجا كشف عليها وهناك شهود وهناك حسب وهناك تحقيق وأخذ إفادات أخربها، ستقدم للعدالة. يعني أنا لا بحرق دمي ولا أنت تحرق دمك أخربها، هناك عدالة. أنا لم أختر العشائر ونحن أخربها، أنا لم أختر العشائر ونحن أهل العشائر. نعم نحن نطالب بالقانون، اخترت العدالة واخترت القضاء، والقضاء هو من الذي هو من يقرر من هو المذنب ومن له يدي بهذا الموضوع. بين كل الناس اي تقصير بالقانون، اي انسان بقصر اتجاه مواطن يتحمل مسؤوليته، ما عندي مشكلة، مش راح ادافع عن اي انسان مخطئ، لن ادافع عن اي انسان مخطئ، كل أي الاحترام بقصر بحق الناس يتحمل مسؤوليته. تمام صحيح. طب هلا الخطوات التحرك بعد هذا الموضوع، يعني هلا يعني لازم يكون في حفره يعني حدا يوقع عشان الواحد يتحرك؟ يعني لا اكيد لا، احنا عندنا اجراءات روتينيه ويوميه،
ولم تتغير هذه الاجراءات، بالعكس عندنا فرق تفتيش تقوم بمتابعه كل الميادين من اجل التاكد من كل الحفاظ على سلامه المواطن. هناك اجراءات عاديه ويوم يوم هناك فرق فنيه في الميدان تتابع العمل. نعم، كيف يمكن تجنب مثل هذه الحوادث في المستقبل يعني للحفاظ على يعني صحه المواطنين؟ انا اولا من هالموقع عدا الاجراءات القانونيه اللي انا بتخذها باي انسان مخالف للتدابير المعمول فيها، بطالب كل الناس وقبل ما نوصل للاجراءات القانونيه ان يلتزموا بشروط البناء وشروط التراخيص الممنوحه من قبل المواطنين. حياه المواطن اغلى من انه مقاول يفكر يلعب بحياه المواطنين من خلال التقصير في الانشاء. ولدينا ملفات ومخالفات العديد من الذين قاموا بناء غير مخالف وقدمنا كثير للمحاكم. حياة المواطن بالنسبة أغلى من كل الاستثمارات. أخربها 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 أخربها. أنا بدي أنزل أنا وياك على المنطقة اللي أنا ساكن فيها محل ما وقعت الجورة، وبدي أوريك أماكن أخطر من الجورة، أخطر من جورة الامتصاص، قابلة لأي واحد إنه يقع فيها. زي إيش؟ كيف؟ جاهز؟ أنا جاهز وجاهز ومن هان بنزل على الأماكن اللي عندك. بطوني برضه أستاذ. استقبال أي ملاحظة وهذا دوري وهذا الشغل. هل هي أنت إحنا 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 كشعب كمسؤولين عن هذه المواقع، إحنا بعد ما تقع كارثة وبهيك يعني بنصير إحنا نشتغل عليها، طب ليش إحنا ما بنتابع أول بأول؟ أخرجها. ما بجمل الصورة وبحكي لك أنا جاهز لأني بدي أكرم عليك، أنا هذا واجبي ودوري وإني أقوم وأحافظ على حياة المواطن. واقوم بعمل اي اجراء من شانه الحفاظ على صحتك وسلامتك وسلامه كل مواطن في هذه المدينه. نعم. هذه استاذ ربحي بتبقى معنا عبر الهاتف. خلينا نرجع لاستاذ جمال، يعني بعد اربع مرات حكوا لك الناس انه انت اربع مرات تم البحث في هاي الحفره، ليش رجعت على هاي الحفره تحديدا؟ رجعت لاني لم اقتنع في الموضوع، انه اجى في بالي انه الولد خلص ساقط بالحفره لانه قالوا لي انها مكشوفه فيش لها باب. فرحت باتجاه الحفرة، لحكوني ناس كثير، صار وين ما أروح تحركات كثير ناس يعني. شفنا بالفيديو اللي أنت نشرته على الفيسبوك. فطلبت كمان. أنا الكشافات منهم الكشاف الكبير، عندي كشافات ضخمة عشان يتمكن من أنه يضوي منيح، لأنه الجورة فيها أواعي ملابس، فيها رمين بوابيج، رمين خمة، يعني حتى لو حدا غير كان صعب أنه يبين. فلما أنا صلت الكشاف بين معي الطفل غرقان وطايش، يعني متى الواحد بطيش لما بغرق بيفقد الوعي. بغرق بيفقد الوعي بيرتفع. صحيح. بالعادي اولها بغرق. فكان الولد مكلوب على وجهه وراسه ومبين يعني طرف جريه طايشات، راسه عشان تكيل غرقان يعني كان مكلوب على وجهه. نعم. فعلى السريع الواحد يعني بيرتبك شوي بنصدم، نزلت واحد من الشباب اللي هو دار كان معي، قلت له انزل دار مطور، شو اسمه؟ اياد. قلت له اياد انت وظيفتك انه تطلع الولد، هاي المبين اجره كان بين معي، بس اطلعوا لبرا شوي. وحكيت لابني انت بتكمل عنه بتساعده. نعم. ففيش وسيله معنا، يعني الجوره عمقها 8 متر فيها 6 متر مجاري ومترين اللي هم احنا قدرنا نوصل شخص ننزله، سحب الولد وكمل ابني سحبه، أطلعوا برا صارت الصدمة. طبعا أنا أول واحد بصراحة حكيت الله يرحمه، يعني ست ساعات ما حدا يعني بيصدق، كان غريب أنا يعني طلته بيدي. وطبعا هذا أغمى عليه. البلدية زارت البلدية والشرطة، هل زاروا الموقع قبل ما توصل أنت كمان على الحفرة؟ هل زاروها وشافوها؟ الشرطة أجت، أجوا ناس كثير وبحثوا وتوسعوا، وشكرا للكل وللشرطة وللأمن ولكل الناس ولكل من شارك وللطاقم، نشكر الجميع. نعم. اجوا بحثوا ولكن ما قدروا يتوصلوا. لما اجيت انا ما كان في حدا، كانوا يعني شبه انه الناس يئست وروحت. فانا اجاني الاتصال متاخر، يعني انا اجاني اتصال 12 الا ربع. كان مارر على الولد شبه 5 ساعات. طب يعني استاذ عمواسي، بما انك مطلع على هذا الموضوع وكنت في تفاصيل لحد ما لقوا هذا الطفل، هل تخلي البلديه مسؤوليه هذا الموضوع؟ شوف انا بدي اكون صريح واحكي الصراحه، وانا بحكي الصراحه بما انك طرف احيادي. ودائما انا بحكي الصراحه والحمد لله دغري ومعه. اول شيء فيش حدا غير مسؤول عن الموضوع. مسؤوله لجنه العماره، انا بحكي بصراحه، صاحب العماره بتبعها جزء من البلديه، الكل يعني بده يتحمل مسؤوليه. وابو راية ربحي يعني
انا حكيت معه قال انا زلمه برضو احنا نتعامل مع الموضوع جد، واحنا يعني ما بنخلي كامل مسؤوليتنا، لكن في لبس في الموضوع. نعم. انه في لجنه عماره تعتبر هاي الجوره لمين تابعه؟ للجنه العماره، لانه بقول لك بارضها، يعني انا في عندنا مثلا جوره جوا السور ومسكره. نعم. فاذا اجى ولد فتحها ولعب فيها وكيع، ما بحمل مسؤوليه للبلديه، بتحمل انا مسؤوليه، لكن هاي العماره والجوره جاي على الشارع. نعم. يعني بصراحه الولد ساكن حتى لو مش جاي على الشارع، حتى لو الشارع مفتوحه، حتى لو للعماره هاي خلينا نحكي صرف صحي، هو يعني ممكن هذا مرفق عام، يعني هو مرفق عام مش لا 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 مش مرفق عام، هاي جوره. ما عندنا شبكة صرف صحي عامة للبتون، كل بيت عنده حفظ صحية خاصة البيت، ما عندنا شبكة عامة. نعم. وطب خلينا نوضح الأمور أخا ربحي للعلوم. نعم. إحنا عندنا في بتونيا ما في صرف صحي. يعني حاولوا يعملوا صرف صحي لكن بجوز اليهود منعوه. نعم. اللي أنا حي هيك بعرف. إحنا عندنا كل دار لازم يكون فيها جورة صرف صحي. نعم. ومستعمل الشفطة. من المسؤول عنها هون؟ كيف؟ من المسؤول عنها؟ حكيت هاي الجورة ما كانش عليها باب وتتبع لعمارة. نعم. أكيد أنا مش رجل قانون أقول مين مسؤول عنها ولا مش مين، ما نعم. بقدرش أعرف. نعم. لكن بتحملوا في أكثر من طرف بتحمل، حتى السكان والحارة بتحملوا مسؤولية. ليش أنتوا كسكان وحارة شايفين الجورة برضو ساكتين عنها؟ أنا أقول الصراحة يعني أستاذ الكل ربحي بتحمل مسؤولية. في سؤال يا أستاذ ربحي، يعني بس خليني أسألك السؤال، يعني أستاذ جمال، يعني تم بالبحث من قبل البلدية والشرطة عن الطفل وما تم ما وجدوه في الحفرة؟ يعني الشرطة ما لقوه. كيف قدرت أستاذ جمال إنه أنت تلاقي، يعني كيف قدرت تلاقي الولد؟ اللي قدرت ألاقي الولد لما ضربت أنا الكشاف، قلت لك في غراض كثير وشغلات، بين الولد معي عكس الكشاف على المي وعكس على الحيطان، لانه هذا 800 مليون شمعه من الكبار، يعني انا جايبه خصوص الي للصين، فبين معي. نعم. بين، فلما بين يعني بعدش كانت صدمه كبيره في هاي الطريقه، بين معي يعني شكي راح لعنده، بس اللي قبل دور وما شافوا شيء وخلص، انه فيش حدا، يعني الجوره هاي كان محطوط عليها انه جاهزه. يعني استاذ ربحي، بعد هذا الموضوع هل سيتم معاقبه صاحب العماره ولجنه العماره على يعني طبعاً على ما انه هم حكوا عن هذا الموضوع؟ نعم نعم، سنتخذ كل الاجراءات القانونيه بحق اي واحد مقصر في هذا الموضوع. بالنسبه للموضوع ان بعد من البلديه لم تشارك في موضوع البحث، لان لم تعلم البلديه، لم نبلغ عن حاله هذه الاختفاء الا في اللحظات الاخيره. تلقيت مكالمه من احد المواطنين انه هناك قوة من الشرطة تبحث عن الطفل المفقود، ومن هنا من هاي اللحظة دقائق أعلنوا عن عثورهم على هذا الطفل، وبالتالي من هاي اللحظة لحد لغاية اللحظة وإحنا متابعين الموضوع، ومثل ما ذكرتك في البداية سلامة الطفل أهم كثير مني أنا اسمع حكي او احمل او الام او 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 يعني ما بتقدر تلوم استاذ ربحي، كمان ما بتقدر تلوم ردة فعل الاهل، هذا بالنهايه ابنهم كان تروح حياته كمان. اختي الكريمه، ردة فعل والد الطفل، عائله الطفل طبيعيه جدا، وانا الله يكون بعونهم ولا يحط اي انسان في مكانهم، لانهم فعلا كان مصاب كبير. لكن انا الوم كل المتطوعين ثوار الفيسبوك اللي بيسبوا مش بنتقدوا، بيسبوا البلديه وبيسبوا طواقم البلديه، هذا الشيء يجب ان يكفر. لكن كردة فعل طبيعيه من اهل الطفل، انا هذا حقهم الطبيعي ان يكون لديهم اي ردة فعل. ما بلوم اي حدا مصاب، واحد بكاد يفقد ابنه، انا هذا الله يكون. نعم اكيد احنا بنضم وكلنا معه، ومن اجل هذا الشعور تحملت كل المسبات من كل نعم. من كل الناس اللي ما لهمش علاقه في هذا الموضوع. نعم، يعني اكيد احنا بنضم صوتنا لصوتك استاذ ربحي، بس بانه لحظه بس انه احنا ما بس نبادل الاتهامات لبعض ونشتم بعض، ولكن احنا الاهم من هذا الموضوع انه نلاقي حل للموضوع والاسباب اللي خلت هذا الشيء. أنا اولا مثل ما ذكرت لك، من واجبنا كبلدية بحادث أو بدون حادث، هذا من جل عملنا وعمل طواقمنا الفنية والهندسية ومفتشي الصحة، أن يتابع أول بأول كل القضايا التي لها علاقة بحياة المواطن، هذا من صلب عملنا، وليس كرم وليس تطوع وليس وليس صحيح وليس هو واجب. نعم. هذا واجب علينا. أنا بهيت كل المواطن. تفضل أي ملاحظة. نسمع أستاذ جمال في عنده مداخلة حول الموضوع. موظفي البلدية ورئيس البلدية والمجلس البلدي والمواطنين، مش كل إنسان ممكن يوصل لمعلومة، أنا بهيب كل المواطنين، المواطنة هي حقوق وواجبات، أي مواطن عنده أي ملاحظة، عنده أي شيء يكون من داخل البلدية، وأنا معمم تليفوني على كل المحطات، معمم تليفوني الشخصي،
عشان احنا دوام البلديه بنتي الموظف كموظف ساعتين، بس انا رئيس بلديه مش موظف، انا مش استاذ، انا دوامي 24 ساعه، بهيب كل المواطنين عند اي ملاحظه يكون بابلاغ البلديه. بدنا نسمع مداخله من استاذ جمال. استاذ ربحي خلينا نسمع مداخله شوي بس. انا يعني بعرف الاخ ربحي شخصيا وعلاقتي فيه قويه. الاخ ربحي طبعا يعني انصدم من الموضوع وما برضى اللي صار، اكيد، ولا حابب انه يرضى اللي صار، اكيد، وفيش حدا برضى يعني رئيس بلديه انه يصير في ولد هيك. في ناس يعني استغلت الموضوع على الفيس اللي هي اللي بتحبش البلديه او بتكره البلديه بشكل انتخابات مش انتخابات، نعم، باي قصه بنحكيها انه استغلتها بالمسبات، نعم، وبالانتقاد. وهذا غلط، هذا غلط، احنا بدنا يكون الانتقاد بناء. والاخ ربحي طبعا ما قصر، وانا طلب مني شخصيا انه بده يروح يزور الولد من اولها، نعم، لكن كان يعني مستاء هو من الموضوع، وهو كان على علم وتابع كل تفاصيل ولحظه عن الولد، وكان خايف كثير كثير. انا احكي الصراحه اكيد، لانه كل ساعه ساعتين كان يسال عن الولد، وكل ما الولد تحسن كل ما المهم هلكيت. المهم هاي مش مشكلتنا، المشكله المهم انه يكون سقطت هاي الولد عبره لكل الحارات، لكل اللجان تعون العمارات، صحيح، انه ما تتكرر، وانه دائما الواحد يحط 1% انه يحدث خطا ما يكون في استهتار، صحيح. وان شاء الله الاخ ربحي ما حيقصر، الشباب عنده ما بيقصروا ان شاء الله، واللي بيشوف شيء يا اخوان يتصل على البلديه، وانا متاكد انهم ما راح يقصروا. بالنسبه للناس اللي بتحكي وبتسب على الفيس، في ناس طبعا معروفه ما بتحب البلديه، وفي ناس بتحب البلديه، وفي ناس ما بتحب ربحي، وفي ناس بتحب ربحي، كالعاده يعني الجميع هيك، وان شاء الله خير. تمام استاذ، اللي عنده كلمه خير يا اخوان يحكيها، اللي طبعاً عنده كلمه خير بس يحكي. خلينا نطمن استاذ محمد، نرجع نحكي مع حول حاله يامن الان. كيف تعاملت الطواقم الطبيه مع حالته من لحظه وصوله للمستشفى؟ يعني انت بتحكي عن طفل انقذ اكثر من 5 ساعات داخل جوره امتصاص، هذه العنايه الالهيه. العنايه الالهيه يعني سماه الاخ المعجزه الالهيه. يعني شو بدك تحكي عن هيك طاقم طبي؟ يعني انقذ طفل من الموت، يعني اصبح تقريبا يعني انه خلص كل شيء رجعت لحياته الطبيعيه. نعم، يعني اول شيء هذا يعني بنسجل فخر واعتزاز انه في عندنا مثل هيك اطباء. نعم اكيد، والف سلامه على يامن. يعني جمال خلينا نحكي، اول ما خرجتوه من الجوره اوصف لنا كيف كان هذا، لانك بتحكي انك انصدمت، شو احكي اوصف لنا المشهد. انا انصدمت اول شيء من المشهد، لانه يعني انه نخرج طفل متوفي، لو كنا طفل في بركه في شيء ممكن عادي، طفل غرقان. انا بالنسبه لي كان متوفي، يعني ما بدناش نحكي فيه، يعني شايف اعلن وفاته بشكل رسمي، وكالب ونايم الولد متوفي. فمن جورة صرف صحي، نعم، هاي هي الصدمة بصراحة. حتى أنا ابني صدم لما مسك الولد طلعه وكان بده يغمى عليه، نعم، أخذوه مسكوا كمان شاب شرطي كان موجود، سحبوه على السيارة. طبعا الكل بيكمل بعض، نعم، الكل بيعمل. أنا صرت أقول يا الله رحمتك يا رب، يعني أنا صدمت هذا صفرا ما دريش عن حاله. طبعا فإحنا قعدنا تقريبا في المنزل عندهم 45 دقيقة واحنا نترحم على الولد، الولد متوفي، الولد كان قلبه واقف. الولد وصل للمستشفى، انا حكيت مع الدكتور، كل الاحترام للاطباء، لكن في ناس بتفهم الموضوع غلط، نعم، وبتصير تدخل وتعمل زي بلبله بين الاطباء وبيننا، نعم. احنا قصدنا انه خطوره الولد، حاولوا يشغلوا قلبه 4 مرات، يعني كانه توفى 4 مرات الولد، نعم، كمان مره، نعم. الولد بعد ما طلناه من الجوره 5 ساعات كمان قعد ساعه الا ربع، والاطباء يحاولوا ينعشوا فيه دون فائده، لكن استمروا، يعني باعتبار الولد متوفي. حتى حسب ما سمعت انا انه في ناس كانوا يحكوا انه خلص متوفي ودوه على الثلاجات، لكن في اطباء استمر. وسبحان الله، يعني انا لحد الان مش مصدق عناي الا لما شفت الولد بمشي انه الولد عاش بصراحه، الحمد لله، يعني الحمد لله. وحقول عاش انه ما صار عنده يعني المعجزة انه ما صار عنده تلف بدماغ، نعم، زي ما صار مع الولد اللي هو امير زيدان اللي راح عنه الاكسجين، صحيح، وربع ساعة وعنده تلف دماغي كامل، صحيح، بيأثر على فما بالك ولد غرقان صار له 4 ساعات. وكل الاحترام للطاقم الطبي، وهذا القصد فيه انه الولد يعني انه كان متوفي، مش القصد انه اعلن وفاته، نعم، لا، في ناس حكوا انه خلص متوفي، سووا محاولة بالضبط، هذا كان القصد. اما في ناس بتحاول، يعني امبارح انا حكى معي واحد بكل، في ناس حكين انه الولد معلنين وفاته،
القصد انه من كتر خطورته في ناس حكوا انه مش حيزبط مع الدكاتره انه متوفي هيك صدمه. خلينا يا استاذ محمد يعني خلينا نحكي كيف رح تتم معالجه هاي القضيه، هل رح تلجا للقضاء للقضاء وكيف رح يكون الاليه اللي رح تتبعها في محاسبه المسؤولين سواء مين ما يكون هو المسؤول، يعني القانون بيقرر هذا الموضوع. يعني شيء اكيد انا يعني رح ادق كل الابواب لمحاسبه ومعرفه من هو المسؤول. يعني انا وضعتها زي ما حكيت وضعتها للقضاء، ما وضعتهاش عشائريا، اني انا اخترت القضاء اخترت العداله. نعم واكيد القانون والقانون يعني هناك مؤسسات حقوق الانسان هي شافت الفيلم كامل، شافت التصوير كامل، والناس اللي شافوا كل الموضوع هم يعني هاي القضيه يعني مش راح اسكت عليها ولا راح اطمها زي القضايا الاخرى، ساتابع يعني مش بس عشان ابني، يعني انا هاي انه كمان رساله كمان يعني انا اعتبرت اي اطفال يعني انا اعتبرت يعني انا حدا كمان يعني انا اعتبرت وفصلت ان اللي صار معي والحدث اللي صار معي وحتى الصدمه يعني انا كانت فخ لفيما بعد للحرص على اطفالنا واطفال الشعب الفلسطيني. صحيح. يعني فعشان هيك انا راح اتابع هذا الموضوع كمان. يعني اي حدا عم بيشوف اشي غلط في الشارع سواء هو مش من سكان المنطقه لازم يتوجه للجهه المسؤوله ويحكي عن الموضوع. بس بعدين يا اختي العزيزه انا يعني انا بدي برضو الاخ جمال يعني فيش هناك من كاميرات وثقت من اشخاص شهدوا من جيران موجودين انك ما كانش من 3 سنين فيما فوق يعني اللي بيمتص المجاري يعني اجى حكى عند الشرطه يا اخرب اجى حكى عند الشرطه ان هاي الجوره انا ماخذها الي 3 سنين وفيش عليها غطا ولا حتى اي شيء يثبت. الاخ جمال العمواسي يعني شاف يعني لو ما فيش غطا على الاقل يكون في يعني اشاره يعني ما كانش فيه يعني انت بجوز يا دكتور ربح بتعرفش وين يعني انت موقع الجوره، بس اذا بتنزل انت على الجوره يعني على الشارع يعني لاولاد الاطفال بيلعبوا اولادنا يعني ما بتقدر تحشر ولد برا جوا الدار يعني. نعم استاذ ربحي يعني والد الطفل يامن رح يتوجه للقضاء ومش رح يعني رح يتم حل الموضوع قانونيا، هل البلديه يعني تتحمل المسؤوليه او هل البلديه بترد على هذا الموضوع وهل ستتجه برضو على القانون؟ احنا نحترم القانون والقضاء، اي 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 قرار بيصدر عن القضاء واي جهه رسميه بتتخذ قرار بحق هذا الموضوع وتجاه هذا الموضوع نحن نحترم كل مؤسساتنا ونؤمن بعدالة ونزاهة القضاء الفلسطيني وأجهزتنا الأمنية جاهزين وملفات البلدية وطواقم البلدية جاهزين حتى المسائل المجتمعية للمواطنين أي واحد جاهزين، حياة المواطن أهم من أن أتحمل مسؤولية مش حياة المسلمين وما يرضى عن القضاء إحنا مسلمين. نعم يعني هل عندكم مثلا دلائل او اثباتات؟ نعم لدي الوثائق والاثباتات والدلائل تفيد بصحه موقف البلديه. ايش موقف البلديه هون؟ انا موقف البلديه بحكي لك هذه اولا حفره خصوصيه هي من مسؤوليه العماره واصحاب العماره وليست من مسؤوليه البلديه، مسؤوليه البلديه في حال تم مشاهده او العلم بأي خلل ولم تقوم بالإجراءات هذا هناك تقصير إداري من البلدية. طيب كيف يعطيها التصريح؟ كيف يعطيها التصريح؟ كيف يتوقع عليها يا أستاذ ربحي؟ كيف يعني خليني أنا كيف أعطيها التصريح؟ كيف أعطيها الترخيص؟ مش ترخصت من قبل البلدية؟ مش البلدية لما بتعطي أي شيء ترخيص بتنزل بتشيك من قبل المهندسين؟ ثانياً هذه البناية وفق الترخيص ووصلات الترخيص والتقرير الكشف عنها هي وفق النظام والقانون وليست مخالفة. اي شيء وثيقه بتصدر عن بلديه فيتونيا منذ تاسيسها لغايه اللحظه اي واحد بيكون على راس هذه المؤسسه هو يتحمل مسؤوليه اي وثيقه بتصدر عنها. هاي الحفره هي انشائيا ومنشاه ومبنيه حسب المواصفات وحسب نظام الابنيه وقوانين الابنيه. اي كسور لا علم للبلدية فيها لا تتحمل البلدية مسؤولية قانونية، مسؤوليتنا أخلاقية وأدبية تجاه كل مواطنين. نعم آخر 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 سؤال يعني سؤال بدي أوجهه للدكتور ربحي لو سمحتي. أستاذ ربحي فيش عندك أي شكوى خطية بخصوص الجورة؟ عندك شكوى خطية بخصوص في الجورة؟ عندك أنت في البلدية ولا لا؟ السؤال. نعم أنا بوجه لك سؤال فيش؟ فيش عندي شكوى خطية من بخصوص الجورة؟ نعم فيش فيش
طيب ليش ليش البلدية فتحت مع ليش البلدية يوم الجمعة فتحت في الليل؟ الجمعة هناك أنا أتحدى البلدية تملك كاميرات تصوير، وإذا البلدية فتحت أبوابها يوم الجمعة في الليل أنا أتحمل مسؤولية كاملة. ماشي. نعم. هناك شهادة وهناك قضايا. إيش إيش اللي تقصد فيه إنها فتحت يوم الجمعة بالليل؟ البلدية يا أختي العزيزة فتحت يوم الجمعة ليلا. الشكوى راحت على الحفرة اللي وقع فيها الولد. لا لا فتحت البلدية بعد ما تقدم شكاوى وأخفيت الوثيقة. نعم. أيوة بالضبط هذا هو القصد. مش صحيح وهذا اتهام. بس أنا بالعدالة إيش أكيد اللي راح قدم الشكوى لما بدناش نلقاها يا دكتور ربحة. أنا قلت لك من أولها أنا بوجه أصابع الاتهام إليك بشكل مباشر. أنت تتهم أن البلدية فتحت أبوابها يوم الجمعة. هناك مركز شرطة في البلدية في مبنى أكيد البلدية. أكيد ولك أكيد أكيد في مركز شرطة أكيد أكيد لاحظوا نعم. شافوا. أستاذ ربحي هلا يعني كيف أنتوا رح تتابعوا هذا الموضوع وكمان تأكد من كل الجوار يعني الصرف الصحي كمان في البلد يعني عشان ما تصير كارثة كمان مرة كمان حادثة زي هيك. مثل ما ذكرت في البداية نحن لا نتعامل بردة فعل من واجبنا ومهماتنا الأساسية هي متابعة ومراقبة كل الأعمال الحاصلة وكل المشاريع وكل الأبنية الموجودة في البلد وسنكون متابعة أول بأول وسنطلع على كل التفاصيل بشكل وسنعالجها ونلزم كل مسبب بأي ضرر أن يقوم بجسر هذا الضرر ومعالجة الضرر من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين. نعم. أما بالنسبة لموضوع القضاء والرد القانوني لدينا مسلسل قانونية ولدينا وسائلنا ولدينا ما نحكي فيه أمام القضاء وأمام كل الجهات الرسمية. نعم أستاذ محمد رسالتك الأخيرة قبل ما ننهي هذا اللقاء. يعني رسالتي الأخيرة بشكر كل المتابعين. نعم. بشكر كل من وقف بجانبنا. نعم. بشكر رجال الأمن. بشكر الأطباء. بشكر الأخ جمال العمواسي. بشكر كل المؤسسات الحقوقية اللي وقفت معنا يعني. ورسالتي الأخيرة بتمنى من القضاء يكون عادل وبتمنى من الرئيس دولة فلسطين أبو مازن إنه يتبع هذه القضية من حذافيرها وإنما نسكت على هيك وبوجه أيضا لرئيس الوزراء رامي الحمد الله. نعم أستاذ عمواسي إيش بتحب تضيف بالختام؟ أنا والله أول شيء بتمنى السلام للجميع بالأخص أطفالنا وبتمنى إنه يكون في متابعة نستبق الحدث دائما. صحيح. يعني ما نستنى انه يقع فينا اسانسير وبعدين نجيب المهندسين ونعمل كرام الله. مثلا فيش اشاره على مفرق بصير حادث بعدين نفضل نعمل اشاره. انا بفضل انه نستبق الامور ونشوف وين سلامه المواطن ونحافظ على سلامته كباقي الدول المتقدمه. نعم. استاذ ربحي معنا على الخط رسالتك. نعم. الاخيره رسالة أخيرة أول شيء بهني الطفل ووالد الطفل وأهل الطفل بسلامة الطفل وعودة سالمة للحياة هذا أهم شيء. ورسالة أخيرة على كل المواطنين الذين لديهم أي ملاحظات وأي شكاوى توجه إلى البلدية بالطرق الصحيحة من أجل معالجة أي خلل واستباق الحدث كما ذكر أخي جمال وليس ما بعد وقوع الحدث. إبلاغ عن أي ملاحظات كما أنا مسؤول ومسؤولية بالدرجة الأولى تك على رئيس البلدية والمجلس البلدي. أنا بطلب من كل مواطن أن يعيش مواطن سواء يكون أيضا يتحمل جزء من المسؤولية مناشد كل الأهالي الحفاظ على أطفالهم ومراعاة السلامة العامة وإن شاء الله بتمنى السلامة لكل مواطنينا ولكل شعبنا تكفي اللي متعرض له من احتلال. لازم نحافظ على أنفسنا ونحافظ على شعبنا والمقدرات. نعم شكرا لك أستاذ ربحي دولة رئيس بلدية بيتونيا على ردك على طلبنا في هذه المقابلة. أكيد ونشكركم أستاذ عمواسي على مجهودك الكبير لأنك أنت قدرت تنقذ هذا الطفل من الموت. وشكرا لك أستاذ محمد كمان وألف سلامة على ابنك يامن. هون تالا نكون وصلنا لنهاية جولتنا في البرنامج الصباحي. نعم. أكيد نشكر كل الضيوف اللي رافقونا اليوم وأكيد أي حدا بحب يوجه رسالة عبر برنامجنا الصباحي أكيد إحنا منبر لأي قضية بتلاقوها حساسة إنه نتوجهها ونطرحها على الهواء مع الجهاد المختصة والمسؤولة. نعم بالتأكيد يعني إحنا نتمنى إنه هذا الموضوع يضلكم متابعينه لحتى يوصل للقانون ويتم أخذ
أخذ الحق لأصحاب الحق وتحمل المسؤولية للأشخاص اللي لازم يتحملوا هاي المسؤولية، لأنها مش مزحة. يعني حياة طفل تكون معرضة للموت، والموضوع أكيد مش لازم يكون مزحة هون، ولازم يتحملوا المسؤولية. نعم، موت في مجورة مجاري مشكلة أكيد. طبعا فبالتالي أكيد إحنا منوجه هون المسؤولية للجهات المسؤولة، ولازم تتبع أنت بالقانون لحتى تحصل على حقك القانوني في هذا الموضوع. وأكيد دائما نتمنى السلامة والصحة لكل أبنائنا أكيد. وأطفالنا أكيد. كمان بنكون وصلنا لنهاية جولتنا زي ما حكينا في البرنامج الصباحي. بنذكر كل المشاهدين يمكن إعادة مشاهدة هذه الحلقة على الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، ونذكركم كمان بإعادة الفقرات على موقعنا على فيسبوك وأيضا على يوتيوب. تالا بنكون هون أكيد بنكون وصلنا لنهاية الحلقة. شكرا لكم. العفو. شكرا لك استاذ محمد. بهيك بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا من هذا الصباح. شكرا لكل اللي رافقونا وضيوفنا لهذا الصباح، وبنشكر كمان كل اللي تابعونا في برنامجنا الصباحي. رح ننتقل كالعاده لموجز لاهم الانباء مع الزميل براء حماد. اليك براء. شكرا لكم والله يعطيكم الف عافيه. اهلا بكم الى موجز لاهم واخر الاخبار. اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم شابا بزعم أنه مساعد لمنفذ عملية إطلاق النار في التجمع الاستيطاني بركان. حصرت قوات الاحتلال مقر محافظة القدس في حي ضاحية البريد شمال العاصمة الفلسطينية المحتلة، ومنعت الموظفين من الدخول إليه أو الخروج منه. اعتدت شرطة الاحتلال على رهبان كنيسة الأقباط واعتقلت أحدهم خلال وقفة عند باب دير السلطان القبطي احتجاجا على رفض حكومة الاحتلال قيام الكنيسة بأعمال الترميم اللازمة داخل الدير. كشفت الشرطة والنيابة العامة ملابسات مقتل طفل يبلغ من العمر 6 أعوام في قلقيلية، وقالت إن عم الطفل اعترف بقتله ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب ارتكاب الجريمة. طلب رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله الأمم المتحدة لمناسبة الذكرى 73 على تأسيسها بتنفيذ قراراتها وتوصياتها الخاصة بإنهاء الاحتلال عن أرضنا ومقدراتنا. كشفت مصادر إسرائيلية انتهاء التحقيقات التي تجريها الشرطة الإسرائيلية في شبهات فساد تحوم حول نتنياهو، وأن المحققين يعملون على تقديم النتائج قريبا. زعمت امرأة تركية أنها قتلت زوجها دفاعا عن النفس بعد أن شعر بالغيرة عندما قام بائع بطيخ بمجاملتها مثنيا على حسن اختيارها. أخيرا إلى أسعار العملات. الدولار الأمريكي يصرف ب3.67 أجورة، الدينار الأردني ب5.17 أجورة، اليورو ب4.21 أجورة. انتهى الموجز، ومعه انتهى مشوارنا الصباحي لهذا اليوم. غدا يتجدد اللقاء. نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.